مساء النور والبركة، النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. مصدر رسمي يؤكد أن الحكومة الفرنسية دأبت على ترويج الأكاذيب وتضليل الرأي العام حول سوريا. بعملية نوعية، القضاء على أبرز متزعمي تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية. بعد استهداف المحطات النووية والكهرومائية، سلطات كييف تتحين الفرصة لتدمير جسر القرم خلال خطة سرية تقودها لندن. أعلنت وزارة الدفاع أنه تم تصفية الحقوق المالية للجرحى العسكريين بخصوص المعاش الصحي وتعويض الإصابة. وبيّنت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تطبيقاً لقانون تعدد الإصابة رقم 26 لعام 2019 تمت تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين. وأضاف البيان أنه تم تشميل الجرحى الذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق القانون نسبة 70% وما فوق بكل المزايا المناسبة لعجزهم. أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة الفرنسية دأبت على ترويج الأكاذيب وتضليل الرأي العام فيما يخص الأوضاع في سوريا في سياق شراكتها الكاملة بدعم الإرهاب. وقال المصدر لم يكن مستغربا البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية مؤخرا بخصوص مقاطع فيديو مفبركة مجهولة المصدر تفتقد لأدنى درجات المصداقية. وتابع المصدر إن الحكومة الفرنسية من خلال انخراطها الكامل في دعمها اللامحدود للإرهاب في الحرب على سوريا تتحمل مسؤولية أساسية في سفك الدم السوري والجرائم التي ارتكبت بحق السوريين والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة السياسية والقانونية. وأضاف المصدر على فرنسا أن تدرك جيدا أن عهد الانتداب والوصاية على الآخرين أصبح في مزابل التاريخ وأن العالم لم يعد يخضع بالقيم الكاذبة للديمقراطيات الزائفة. قال مراسل سما في المنطقة الشرقية نقلا عن مصادر أهلية إنه تم استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف عند الحدود السورية العراقية بعدة قذائف أطلقتها طائرات مسيرة. وحسب مصادر أعلامية فقد تعرضت القاعدة التي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة صباح الاثنين لهجوم شنته طائرات مسيرة مجهولة المصدر واستهدف ما يسمى جيش مغاوير الثورة المتمركز داخل القاعدة في جنوب شرق سوريا. وقال هذا الفصيل الإرهابي في تغريدة على حسابه في تويتر إن حامية التنف تعرضت صباح اليوم لهجوم بطائرات مسيرة معادية مزودة بالمتفجرات بهدف قتل جنودنا على حد تعبيره. أفاد مصدر أمني لمراسل سما بمحافظة درعا أنه تم تنفيذ عملية خاصة في مدينة طفص بريف المحافظة تم من خلالها القضاء على الإرهابي محمود أحمد الحلاق الملقب أبو عمر الجبابي وهو من أبرز قيادات تنظيم داعش في المنطقة الجنوبية. المصدر أكد أن الإرهابي الجبابي كان قائد الجناح العسكري لتنظيم داعش في حوض اليرموك سابقا ومسؤول معسكرات التدريب وكان يعمل مع الإرهابي المقتول أبو سالم العراقي والإرهابي الداعشي عبد الرحمن العراقي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات دولة عربية لم يفصح المصدر عنها. أعلنت ميليشيات قسد أن 400 شخص ينحدرون من محافظة دير الزور غادروا مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي والذي تديره الميليشيات بعد أن توقفت عمليات إخراج السوريين منه
منذ أكثر من 7 أشهر، وفي الوقت نفسه نفذ مسلحوها عمليات دهم واعتقال في إحدى قطاعاته. وأفرجت قسد عن الدفعة الجديدة من السوريين المحتجزين في المخيم والراغبين في الخروج منه، وأوضحت مصادر أهلية أن الدفعة الجديدة مؤلفة من 400 شخص ضمن 77 أسرة من أهالي الريف الشرقي والشمالي لمدينة دير الزور، وتحتجز قسد في مخيماتها وسجونها شمال شرق البلاد، إضافة إلى نازحين سوريين وعراقيين، آلافا من مسلحي تنظيم داعش وأسرهم. ترأس حسين دياب محافظ حلب اجتماعا موسعا مع المدراء المعنيين لمتابعة تنفيذ المشاريع التي أقرتها الحكومة بعد زيارة الرئيس بشار الأسد إلى حلب، ومنها عدد من المشاريع الحيوية التي تمت إضافة اعتمادات مالية لها للإسراع بتنفيذها. بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى حلب، ترأس محافظ حلب حسين دياب اجتماعا موسعا مع المدراء المعنيين لمتابعة تنفيذ المشاريع التي أقرتها الحكومة، ومنها عدد من المشاريع الحيوية التي تمت إضافة اعتمادات مالية لها للإسراع بتنفيذها، حيث شدد محافظ حلب على ضرورة رفع وتيرة العمل لإنجازها وضرورة تقديم تقرير أسبوعي عن نسب التنفيذ في المشاريع الخدمية. طبعا اليوم تم عقد اجتماع في مبنى الأمانة العامة لمحافظة حلب برئاسة المحافظ مع المعنيين من الشركات العامة ومن المديريات والمؤسسات الخدمية لصاحبة المشاريع التي تم رصد اعتمادات لها بناء على التوجيه الكريم سيد الوطن بعد زيارته إلى حلب وقراءة لمجلس الوزراء لأقرر وأضاف عدد من الاعتمادات. طبعا هذه الاجتماع سواء على صعيد استصلاح الأراضي أو الكهرباء أو المياه أو مجلس مدينة حلب وكل الأمور الخدمية والصحية في محافظة حلب. وقدم المدراء المعنيون شرحاً عن نسب التنفيذ الحالية مع بيان العقبات والصعوبات بهدف متابعتها مع الوزارات ذات الصلة. طبعاً نحن بعد المكرمة تم عقد الاجتماع الحالي مع حضور السيد المحافظ لاطلاع على واقع الكهرباء في مدينة حلب ووضع المراكز التحويلية اللي تم بمكرمة السيد الرئيس لوضع في الخدمة خلال الفترة القادمة. بمكرمة من السيد الرئيس تخصيص سوق البشائر اللي هو سوق الهال القديم في مدينة حلب بملياري ليرة سورية دعم إضافي لتنفيذ استكمال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتم التأكيد من قبل السيد المحافظ على إنجاز هذه الأضابير بسرعة القصوى، بالإضافة إلى متابعة المشاريع القديمة اللي تم التعاقد بين مجلس مدينة حلب وشركات القطاع العام اللي هي شركة المشاريع المائية وشركة والمؤسسة العامة للإسكان العسكري ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية. هنا نقوم أول شيء بتأهيل جزء الطرق الرئيسية منها طريق حلب دمشق، قمنا بصيانته وإعادة تأهيله بالإضافة إلى أعمال تخطيط الطرق، قمنا بإعادة خمسة جسور على طريق حلب دمشق، قمنا بإعادة تأهيل جسور على تحويلة حلب الجنوبية، نعمل الآن على إعادة تأهيل جسر عسان وجسر النيرب. حاليا طبعا يوجد متابعة حسيسة وتتبع أعمال بشكل دائم شبه يومي من قبل السيد الوزير الموارد المائية طبعا والسيد محافظ حلب من أجل إنهاء هذه المشاريع، وإن شاء الله سيتم إنهاؤها قبل نهاية العام ووضعها في الخدمة. تأتي أهمية هذه المشاريع الحيوية كونها تسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة نبض الحياة والألق لمحافظة حلب. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء. أفادت وسائل أعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر الاثنين جنين، حيث اندلعت مواجهات تخللتها اشتباكات مسلحة. هذا واندلعت اشتباكات عنيفة في كفر عقب شرقي القدس، وأصيب فلسطينيون بجروح خطيرة، كما تم اعتقال 7 فلسطينيين في دير أبو مشعل شمال غربي رام الله. أصيب عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أحياء في مدينة الخليل بالضفة الغربية وإطلاق قنابل الغاز السام، واستشهد فلسطيني وأصيب واعتقل العشرات في وقت سابق،
خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة الغربية. هذا وقد جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 96 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. لم تمضي ساعات على عملية القدس التي شكلت ردا على عدوان غزة واغتيالات نابلس، لتدخل حسابات الاحتلال موجة تشويش جديدة لم تمنع حدوثها التحسب والتكهن بتوقيتها أو بمكان وقوعها. رعب مضاعف جال بين أروقة الكيان السياسية والعسكرية. العمليات الفدائية الفردية تعود إلى الواجهة. إيعاز من رئيس حكومة الاحتلال يائر لابيد بتعزيز انتشار القوات الأمنية في القدس، والتي نفذت الإيعاز بشكل مباشر. من مسافة صفر أطلقت الرصاصة على رأس شاب داخل منزله في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس. والجريمة لم تنتهي هنا، بل تركته ينزف على الأرض أكثر من 40 دقيقة قبل أن تعتقله، ليعلن في وقت لاحق عن استشهاده. اعتقالات في نابلس، القدس، بيت لحم وجنين، مداهمة منازل وتطويقها للاشتباه بحيازة أصحابها أسلحة، نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف العسكرية، إجراءات جميعها تأتي في سياق طمأنة المستوطنين من قبل لابيد قبيل الانتخابات البرلمانية. الرواية التي حاول لابيد نفسه نفيها لتأتي تصريحات رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست رام بن باراك بمثابة إثبات لصحتها، فقد اعتبر الأخير أن سياسة حكومته الحالية هي عدم التهاون مع العمليات التي وصفها بالإرهابية حد زعمه. في كل مرة تصعب الهجمات الفردية الفلسطينية على سلطات الاحتلال الأمنية اكتشافها وبالتالي منعها أيضا، والأخطر بالنسبة للاحتلال أن تشكل هذه العمليات نهجا يفرض تغيير معادلات الردع لديه. وصف مسؤول في الإدارة الإقليمية لمدينة خيرسون تصريحات نظام كييف حول هجمات مضادة على المنطقة بالفارغة. ونقلت وكالة أنباء تاس عن كيرل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون قوله: يطلقون تصريحات للتخويف والهجمات، لديهم فقط بالكلام مثل ما كانوا يفعلون حيال شبه جزيرة القرم ودونباس منذ 8 سنوات. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لصانعي السلاح الروسي لتزويدهم الجيش والأسطول بأحدث أنواع الأسلحة بما فيها تلك التي تستخدم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. جاء ذلك في كلمتين ألقاها بوتين في حفل افتتاح منتدى الجيش 2022 والألعاب العسكرية الدولية في منتزه باتريوت بضواحي موسكو. إن الشعب الروسي يفتخر بجيشه وأسطوله. جنودنا جنبا إلى جنب مع مقاتلي دونباس يؤدون واجبهم بشرف ويكافحون من أجل روسيا، من أجل حياة سلمية في جمهوريتي دونيسك ولوغانسك الشعبيتين، وينفذون بإتقان كافة المهام المحددة لهم ويتقدمون خطوة خطوة نحو تحرير أراضي دونباس. لروسيا الكثير ممن يخالفونها ويشاركونها الأفكار في قارات مختلفة، والذين لا ينحنون أمام ما يسمى القوة المهيمنة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت قاعدة للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف، ما أدى إلى سقوط أكثر من 150 منهم بين قتيل وجريح. ضربت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في بلدة زوزوتشيف في منطقة خاركوف، حيث قتل ما يزيد عن 100 مسلح وأصيب أكثر من 50 آخرين جاءوا من بولندا وألمانيا.
كشفت سلطات كييف عن محادثات أجرتها مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس خلال قمة الناتو في حزيران يونيو الماضي حول خطة لتدمير جسر القرم. من جانبها أكدت موسكو أنه يتم ضمان أمن شبه الجزيرة الروسية بفضل الإجراءات الوقائية التي يتخذها الجيش الروسي. وبالتزامن قالت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تواصل بشكل منتظم قصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية في خيرسون براجمة هامرس، وهو ما تسبب بإيقاف عمل 3 توربينات في المحطة، وبالنتيجة سيتأثر تبريد مفاعلات محطة زبروجي الكهروذرية، وقد تقع كارثة في المنطقة كلها. لم يكن لبيانات الاستخبارات البريطانية أن تكون مجرد تقديرات، بل أقرب ما تكون إلى خط سير تتبعه سلطات كييف وكأنها تراها قدراً. قبل أيام فقط أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية أن مرحلة جديدة قد تدخل بها الحرب في أوكرانيا، وأن معظم القتال تحول إلى جبهة طولها 350 كيلومتراً. تقول بريطانيا إنها تمتد من زابوروجيا إلى خيرسون بمحاذاة نهر دنيبر. على الأرض كان ذات السياق والمسار، لكن المستهدف كشف عن أن سلطات كييف اختارت أن تعقد المشهد باستهدافها الجسور وخطوط السكك الحديدية، بما في ذلك خط السكك الحديدية المهم استراتيجياً الذي يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم. واليوم جسر القرم الشهير تعود التهديدات الأوكرانية باستهدافه، ومعها تتجه الأنظار مجدداً إلى المنشأة الاستراتيجية التي تعدها كييف بنية تحتية عدوانية، في حين تعتبرها روسيا رئتها الحيوية مع شبه جزيرة القرم. الدفاع الأوكرانية تقولها علانية، لو أتيحت لنا الفرصة سنهاجم جسر القرم، لكنها ليست في وضع يمكنها من القيام بذلك بعد. الكلام الأوكراني قد يندرج تحت خانة دغدغة أعصاب موسكو من وجهة نظر مسؤولين عسكريين روس، على الرغم من استمرار الضخ الغربي للأسلحة إلى أوكرانيا. ولكن هل تخطط أوكرانيا بالفعل لتدمير جسر القرم، خاصة بعد المحادثات التي أجرتها سلطات كييف مع وزير الدفاع البريطاني مؤخرا خلال قمة الناتو في حزيران يونيو الماضي حول خطة لتدمير الجسر يشرف عليها وزير الدفاع البريطاني نفسه؟ لا تقف الأمور عند تدمير الجسور فقط، القوات الأوكرانية تواصل استهداف محطة زابوروجيا النووية التي تعد الأكبر في أوروبا، وهو ما وصفته روسيا بالإرهاب النووي. ومؤخراً طال القصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية في خيرسون والأداة راجمات هيمارس الأمريكية. لحظات تعقد الأمر، توقف عمل 3 توربينات في المحطة، وبالنتيجة سيتأثر تبريد مفاعلات محطة زابوروجيا الكهروذرية. كل هذا كناية عن كارثة لا يزال الغرب يصر على وقوعها. أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وخالد حسواني. مساء الخير خالد. مساء النور وفاء، يعطيك العافية. أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. هيئة الاستثمار السورية تمنح إجازة استثمار لمشروع إنتاج وتجميع ألواح الطاقة الشمسية في حما. الهيئة العامة للضرائب والرسوم تلزم المخلصين الجمركيين باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير. أهلا بكم من جديد. منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج وتجميع الألواح الطاقة الشمسية في محافظة حماة بتكلفة تقديرية استثمارية وقدرها 3,600,000,000 ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 90,000 لوح. وأشار المدير العام للهيئة أن المشروع المستهدف من ضمن برامج إحلال بدائل المستوردات الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مبينا أهمية المشروع في تأمين ألواح الطاقة الشمسية للسوق المحلية والتخفيف من فاتورة الاستيراد، وأنه يمكن تصدير جزء من الإنتاج.
وبذلك يصل عدد إجازات الاستثمار الممنوحة إلى 39 إجازة وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 1474 مليار ليرة سورية. افتتح وزير الاتصالات والتقنية المهندس إياد الخطيب مركز اتصالات الزبداني بالريف الشمالي الغربي لدمشق بعد إعادة تأهيله وترميمه نتيجة الخراب والدمار جراء الأعمال الإرهابية بتكلفة وصلت إلى 3 مليارات ليرة سورية. بعد أن أنهت الشركة السورية للاتصالات أعمال إعادة تأهيل مركز اتصالات الزبداني، انطلق العمل في المركز مزودا ببرج لتأمين أحدث خدمات الاتصالات التي تؤمن الخدمات الهاتفية وخدمات الإنترنت. حاليا يوجد 256 بوابة إنترنت، سيتم توسيعها إلى 1256 بوابة إنترنت لتغطية الطلب على المنطقة على هذه الخدمة. نعم، نحن أعدنا مركز هاتف دوما إلى الخدمة، وهلا حاليا مركز هاتف الزبداني، وسنعيد كل مراكزنا الهاتفية التي ضرب الإرهاب إلى ما كانت عليه وبتقنيات حديثة. بفضل دماءنا الطاهرة، دماء شهدائنا العظماء اللي رووا هذه الأرض من أجل أن تعود الحياة، وهذه الحياة أصبحت موجودة بقوة بفضل جيشنا العربي السوري. المركز خرج من الخدمة منذ عام 2013 بعد تعرضه للتدمير والتخريب والسرقة من قبل الإرهابيين، ويعد بمثابة مقسم أم يتبع له عدد من المراكز، ويطلق خدماته بسعة 4000 رقم هاتفي قابلة للتوسع، إضافة لتزويده ببرج لتأمين الخدمات الهاتفية والإنترنت بسعة 256 بوابة إنترنت حالياً. استطاعت فرقنا بإعادة البناء وتدعيمه إنشائياً ونقل تجهيزات من مراكز أخرى غير مدمرة بحدود 4000 رقم حالياً تم تركيبها و256 بوابة. ال 4000 قابلة للتوسع ل 12000 رقم، وال 256 بوابة خلال الفترة الوجيزة القريبة رح نوسعها بألف بوابة إضافية. بداية الأزمة وقف المركز شوي عن الخدمة، بعدين همت الشباب قدرنا نشغل التوابع ونخدم التوابع كمان بدون المركز الرئيسي للزبداني. اشتغلنا بمركز هاتف بلوتان، صرنا تقريبا نخدم المنطقة كلها ما عدا مركز الزبداني لأنه ما في خدمناها بشبكة لاسلكية. إعادة تأهيل المركز خطوة تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي في الزبداني، الأمر الذي يجعل الاتصالات تلعب دوراً هاماً في تنشيط السياحة وتحريك عجلة الاقتصاد وعودة المهجرين إلى ديارهم، فضلاً عن الإيرادات المالية التي سيتم تحصيلها لقاء الخدمات التي يقدمها. وضع فرع المؤسسة السورية للحبوب بدير الزور خط الإنتاج الثالث في مطحنة الفرات في الخدمة بعد الانتهاء من أعمال تركيب الآلات. بعد إعادة تأهيله وتركيبه ضمن المقاييس من قبل كوادر المؤسسة السورية للحبوب، أدخل فرع السورية للحبوب بدير الزور خط إنتاج ثالثا في الخدمة في مطحنة الفرات. الخط الثالث له أهمية كبيرة جدا، وإحنا حاليا نجيب طحين من مكانات متعددة، وهذه كل في الدولة خسائر كثيرة، يعني إحنا ننقل الحبوب لحلب عشان يطحنونا ونرجع الطحين لهون، هذه يعمل لنا كثير من التكاليف. تم اليوم الانتهاء من تركيب الخط الثالث بمطحنة الفرات الآلية بطاقة طحنية 60 طن يوميا، لتصبح الطاقة الإجمالية لمطحنة الفرات بحدود 100 طن، وهذا يخفف من أجور النقل ومعاناة نقل الطحين. يهدف إدخال خط إنتاج جديد في مطحنة الفرات لزيادة كمية إنتاج الطحين في المحافظة وتخفيف عبء عملية استجرار الطحين من بقية المحافظات وتغطية حاجة مدينة دير الزور من هذه المادة. تركيب دارة هواء بنوماتيك، نقل دارة بنوماتيك لإنتاج طحين بمواصفات نظامية، والحمد لله تم تأهيل الخط وتجهيزه وصار بجاهزية لمدينة دير الزور. مشينا الأمور من أول خط، من عند أول بوري استقبال لنهاية المروحة، وكان في عواقب شوي الحمد لله تجاوزناها، وبإدارة الأمر الخط شغال
كوادرها منيحة إن شاء الله. خط الإنتاج الثالث الذي سعت إليه سوريا للحبوب بكوادرها المحلية لتغطية حاجة محافظة دير الزور من مادة الطحين. أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم قراراً ألزمت بموجبه مكلفي مهنة التخليص الجمركي باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم، بحيث يتم اعتماد رمز الاستجابة السريعة QR على كل فاتورة صادرة والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية. ووفقا للقرار يترتب على مكلفي مهنة التخليص الجمركي استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية لمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني. كما أمهلت الهيئة المكلفين المذكورين مدة 20 يوما لتنفيذ هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، بما فيها مرحلة الاختبار والتدقيق. أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطن على أهمية ضبط موضوع تداول الأدوية واللقاحات البيطرية ومطابقتها للمواصفات الفنية والالتزام باللصاقة البيطرية على العبوات للتأكد من وثوقيتها، وذلك خلال انعقاد المجلس المركزي لنقابة الأطباء البيطريين في مجمع صحارى بريف دمشق تحت شعار تأمين الغذاء الآمن وحماية الثروة الحيوانية واجب وطني. ونوه الوزير إلى موضوع اضطراب السوق وارتفاع أسعار المنتجات بشكل غير مبرر، وخاصة مشكلة ارتفاع أسعار الفروج وما هي المبررات لهذا الارتفاع في ظل عدم ارتفاع أسعار الأعلاف وتأمينها من قبل الحكومة للمربين. في السياق طرح الحضور مواضيع عديدة تركزت حول ضرورة إحداث هيئة مستقلة للثروة الحيوانية وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية وخاصة الذرة الصفراء وفول الصويا وزيادة المقننات العلفية لمربي الثروة الحيوانية وفتح فرع لكلية الطب البيطري بجامعة حلب وتفعيل وحدة السائل الأزوتي بحلب. كان أبرز التوصيات التي رشحت عن هذا المجلس المركزي إحداث هيئة عامة للثروة الحيوانية مستقلة تعنى بشؤون الثروة الحيوانية في سوريا، إعادة توصيف كلية الطب البيطري إلى كلية علمية طبية أسوة بباقي الدول، رفع وزيادة طبيعة العمل للأطباء البيطريين الحقليين وإعطائهم بدل العدوى وبدل المخاطر للعمل، أيضا رفع الراتب التقاعدي للأطباء المتقاعدين. اشتغلنا بموضوع اختصار فترة التربية اللي هي اختصار حلقة حقيقية من طول مدة التربية من فترات عالية بالنسبة للدواجن للقطيع، هذا اللي كتير مهم كتير بالنسبة للمواطنين من ناحية الغذاء. قدرنا نحن نشتغل على فكرة اختصار زمن التربية خاصة بعد تأمين عدم يعني صعوبة تأمين مستلزمات العمل من ناحية الوقود من ناحية الأعلاف. احداث هيئة معنية بقطاع الثروة الحيوانية في سوريا لزيادة التخصص في هذا المجال وإعطاء دور الطبيب البيطري في هذه الهيئة لإبراز دوره وإبراز آرائه وأفكاره البناءة التي تعتبر مستمدة مباشرة من واقع التماس المباشر بينه وبين المربي الهدف. كمؤسسة عامة للدواجن تختلف اختلاف كامل عن القطاع الخاص، وللأمانة إذا منقول أنه القطاع الخاص عم يعيش في أسوأ حالاته فلحن بالعكس كمؤسسة، وللأمانة والحقيقة وبالأرقام المؤسسة العامة للدواجن ببداية نهضة إن شاء الله تكون نحو الأفضل. شاهدينا أخبار الاقتصاد انتهت وعودة إلى وفاء. شكرا يا عبد الكلام. شكرا وفاء. أهلا بكم. على الرغم من احتمال لقاء الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي في تشرين الثاني نوفمبر، إلا أن الاستعدادات للمواجهة تصعد من قبل الطرفين. وفيما تنشغل أروقة البنتاغون بالعمل على وضع تصورات الحرب المقبلة، تصعد قدرات الصين البحرية والصاروخية والجوية لتنسف أحلام واشنطن.
وفي آخر التطورات أعلنت بكين تنظيم مناورات بحرية وجوية جديدة في محيط تايوان. استفزاز جديد تنفذه واشنطن. فلم يكد يمضي 12 يوماً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان حتى وصل وفد من الكونغرس إلى الجزيرة مجدداً، رغم كل الجدل والتداعيات التي أثارتها زيارة بيلوسي. زيارة تستغرق يومين وتضم 4 نواب يقودها السيناتور إد ماركي، الذي تؤكد بلاده أن الزيارة ليست بالجديدة وأنها تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة بشأن مبدأ الصين الواحدة. السفارة الصينية في واشنطن استنكرت الزيارة ودعت أعضاء الكونغرس بالتصرف بما يتناسب مع سياسة الصين الواحدة، معتبرة الزيارة أنها تثبت مرة أخرى أن واشنطن لا تريد رؤية الاستقرار على مضيق تايوان. على وقع الزيارة الأمريكية، أصوات الذخيرة الحية ترتفع في مناورات عسكرية متكررة تجريها الصين. لم تندلع الحرب بعد، لكن التوتر يسود العلاقات بين تايبي وبكين، فالتدريبات العسكرية تمثل تلويحا بالعصا. من جانب الصين فهي تمضي برا وبحرا وجوا في مناورات قرب تايوان، وتذهب أبعد من ذلك، تبدأ تدريبا مشتركا مع تايلاند. ومن جانب آخر رد تايوان بالمناورات أيضا ملوحة بأنها تمتلك قدرة الدفاع عن نفسها. وبين احتمالات تدور حول لقاء الرئيس الصيني مع نظيره الأمريكي، سيناريوهات الحرب يتصورها كل من يخشى حدوثها. واشنطن مدركة تماما قوة خصمها. أحد قاداتها والتابع لرابطة القوات الجوية يعترف بقوة التنين الصيني الذي يمتلك أكبر قوات طيران في المحيطين الهندي والهادئ. التنين الذي لم يكشف أوراقه بعد نشر صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وأقام قواعد في جميع أنحاء العالم، وكل هذا عنصر أساسي لكل أشكال الحياة ولا يمكن لأي كائن حي الاستغناء عنه. ويشكل الماء نحو 60% من جسم الشخص البالغ، وهو ضروري للغاية لحسن سير وظائفه. لهذا السبب لا يعد الماء أمرا حيويا فحسب، وإنما هو مفيد أيضا لجسم الإنسان إذا تم استهلاكه بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. أهم فوائد شرب المياه: يكبح الشهية ويجعل الدماغ يعمل بطريقة أفضل، كما أنه يحفز عملية التمثيل الغذائي، كل هذا تجنيه من شرب الماء فقط. فوائد كثيرة سلطت الضوء عليها صحيفة الاندبندنت البريطانية بعدما نقلت تجربة شخص استمر في اعتماد المياه مشروبا وحيدا طيلة 30 يوما، وبالنتيجة تمكن صاحب التجربة من كبح شهيته، لأن شرب المياه لوحده يعمل على الحد من شهية الأكل لدى الإنسان. وبعد اعتماد هذا النموذج قد لا يشعر الإنسان بالجوع بل بالعطش فقط. ومن الفوائد تحفيز عملية التمثيل الغذائي، وهي العملية التي تعني تحويل الغذاء إلى طاقة طوال اليوم. كذلك يعمل الدماغ بطريقة أفضل لأنه مكون من 75 إلى 85% من المياه، وبقاء الإنسان رطباً عبر الإكثار من المياه يجعل الدماغ يعمل براحة وسعادة إلى جانب المحافظة على مستوى مرتفع من التركيز والطاقة. الباحثون وجدوا أن شرب 500 مللي من الماء يساهم في تحفيز عملية الأيض بنسبة 30% لدى النساء والرجال. ولمن يعانون من البقع على الجلد فإن شرب المياه سينعكس إيجاباً على صحة الجلد. وإذا كان الإنسان يعاني من الجفاف الاستثنائي فإن دمه سيكون أكثر كثافة وسيعمل القلب بجهد أكبر لضخه، لذلك يقدم الماء حلاً لهذه المشكلة. العلماء قدموا جملة من الفوائد التي تبدو مثالية لتحسين صحة الجسد، لكن هناك من يقول إن جيبك سيكون بحال أفضل، فالماء أرخص ثمناً من بقية المشروبات. إلى عناوين هذه النشرة: مصدر رسمي يؤكد أن الحكومة الفرنسية دأبت على ترويج الأكاذيب وتضليل الرأي العام حول سوريا.
بعملية نوعية القضاء على أبرز متزعمي تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية. بعد استهداف المحطات النووية والكهرومائية، سلطات كييف تتحين الفرصة لتدمير جسر القرم خلال خطة سرية تقودها لندن. ختام هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.